ننتقل إلى هذه الصور المباشرة من البيت الأبيض للمراسم الرسمية لاستقبال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور الولايات المتحدة ويلتقي طبعا بالرئيس الأمريكي جو بايدن كما نراه الآن في هذه الصور المباشرة. واشنطن من خلال هذه المحادثات التي تجريها مع ناريندرا مودي طبعا تسعى للتعاون في مجالي الدفاع والتكنولوجيا بين البلدين رغم استمرار المخاوف بشأن حقوق الإنسان في الهند. إذن مودي اليوم أيضا سيحضر مأدبة عشاء رسمية مساء اليوم بعد إلقاء كلمة أمام الكونغرس وأيضا سيعقد مؤتمرا صحفيا مع بايدن. واشنطن للتذكير تريد أن تكون الهند دولة لها ثقل استراتيجي موازي للصين وتراها شريكا مهما، فيما يسعى أيضا مودي من خلال هذه الزيارة لزيادة نفوذ بلاده على الساحة الدولية. أيضا بعض المعلومات فيما يتعلق بالهند، الهند تعد الآن أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة، مليار نسمة طبعا، ومن المتوقع أن يعلن بايدن ومودي مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بالتعاون الدفاعي ومبيعات الأسلحة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية واستثمارات شركة ميكرون تكنولوجي وغيرها من الشركات الأمريكية في الهند. ومن المتوقع أن يعبر بايدن عن مخاوف الولايات المتحدة من تراجع الديمقراطية في الهند كما يصفها مشرعون في الولايات المتحدة. لكن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان قال للصحفيين إن بايدن لن يعطي دروسا لمودي في هذا الموضوع. وقال ساليفان إنه عندما ترى الولايات المتحدة تحديات لحرية الصحافة أو الحريات الدينية أو غيرها فإن الولايات المتحدة توضح وجهات نظرها وتقوم بذلك بطريقة لا تسعى فيها إلى إعطاء دروس أو محاولة الظهور وكأن الولايات المتحدة بلا تحديات. إذن نتابع إذن هذه الصور لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. بايدن يتعرض لضغوط من النواب الديمقراطيين لمسألة حقوق الإنسان مع مودي، وهذه دائما طبعا القضية التي يسعى الديمقراطيون عموما في الكونغرس الأمريكي لإثارتها مع أي زعيم أو رئيس يزور الولايات المتحدة. واشنطن طبعا تسعى لتعزيز علاقتها مع الهند من أجل مواجهة النفوذ الصيني والروسي وفق وسائل الإعلام الأمريكية. إذن استمعنا للنشيدين الوطنيين الأمريكي والهندي خلال استقبال جو بايدن لناريندرا مودي في هذه الزيارة التي توليها الإدارة الأمريكية أهمية كبيرة. يتوقع خلال هذه الزيارة أن يعزز الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التعاون في مجالي الدفاع والتكنولوجيا بينهما، على الرغم من استمرار المخاوف كما ذكرنا بشأن حقوق الإنسان في الهند. من ضمن برنامج الزيارة مأدبة عشاء رسمية تقام على شرف مودي مساء اليوم بعد أن يلقي كلمة أمام الكونغرس وبعد عقد مؤتمر صحفي مع الرئيس بايدن. واشنطن تريد أن تكون الهند دولة ذات ثقل استراتيجي موازي للصين وموازن طبعا للصين وتراها شريكا مهما فيما يسعى مودي إلى زيادة نفوذ بلاده على الساحة الدولية.